طيب مرحبا بالمشاهد الكريم مرة أخرى. نواصل مع الأستاذة أسماء محمود محمد طه. أنا أيضا أريد أن أشتغل معك بالخيال. أنت تعيشين في أمريكا، جاء المكاشف طه الكباشي إلى حضور مؤتمر قانوني في أمريكا. أنت كقانونية تمت دعوتك لحضور هذا المؤتمر في برج شاهق جدا فيه أكثر من 40 طابق، لقيت المكاشف ده في الطابق التحت في الأسانسير. أنت وهو براكم جوا الأسانسير، داس الزر ومتحركين مع بعض. ماذا ستقولي له؟ ولا شيء، ما حقول له أي حاجة. لكن حقول للشعب السوداني ما عملوا المكاشف، في أي فرصة أنا ألقاها حقول لهم إنه الإنسان ده كقاضي واستقل من الجهاز التنفيذي ونفذ حكم في رجل ثقي وصالح، وإنه عين من قبل الجهاز التنفيذي لتنفيذ أسوأ مهمة تاريخيا، وإنه بيستغل الدين في الحقيقة لمناصب سياسية، وإنه هو سدنا وخدم أو خادم للأنظمة الدكتاتورية، وإنه هو في حقيقة الأمر بيجهل الشريعة الإسلامية، وكان بيقيف وراء قوانين وقفت ضد الشعب السوداني، أجهدت حقه في الحرية وأجهدت حقه في حياة الكريمة باسم الدين، وأهانوا الشعب السوداني ونفروا الشباب من الدين بفهم خاطئ عن الإسلام وعن الشريعة، وهن أبعد الناس في سلوكهم الخاص وفي حياتهم الخاصة عن تطبيق الإسلام وعن يعني في الأسانسير من الطابق التحت للأربعين ده ما حتتكلم، ما حقول لي أي حاجة، لأنه حقول لي منه انت لما تتخاطب بتتخاطب مع انسان بس حتكون لحظات عصيبه، خلاص المسافه بعيده ما فارقه، ما اصعب من المره. نعم. برضو يا استاذه هناك حديث عن ان الفكر الجمهوري ارتبط بالاستاذ محمود محمد طه، هو المفكر، هو المنظر، هو المبادر وما الى ذلك. الاستاذ محمود محمد طه اعدم. البعض يرى ان أول حاجة كان هناك قناعة عند البعض الذي حضر الإعدام بأن الأستاذ لن يموت والبعض الذي اقتنع بأن الأستاذ قد مات وقتل اعتبر أن هذه نهاية الفكرة الجمهورية. إلى أي الاتجاهين تميلي؟ أنا ما بعتقد أنه الأفكار بتموت بموت أصحابها الحس يعني. والدليل على كده هسه أفكار الأستاذ محمود يمكن انتشرت في العالم بصورة ما بيشبهها، وفي السودان هنا بالمناسبة نحن وسط الناس وسط الشباب، نحن هسه عندنا الحزب الجمهوري مكون الناس اللي العضوية الموجودة فيه أكثر من الجمهوريين اللي كانوا زمان موجودين، وفي إقبال من الشباب على مناقشة الكتب دي، وعلى حتى في البيت ممكن يجوك في أي لحظة من اللحظات طالبين الكتب. أفكار الأستاذ محمود الآن بتدرس في الجامعات الغربية، وبتدرس في المغرب العربي، وبتدرس في آسيا، دي أفكار الأستاذ محمود. والعمل هسع في الويب سايت والعمل في الإنترنت خلى الكتب بتاعت الأستاذ، أنت ممكن تدخل هسع بس تكتب محمود محمد طه شوف بتجيك يا تمادة، وشوف كيف الناس بتناقشوا فيها. فالفكر ما بيموت بإعدام أصحابه بإعدام صاحبه، بالعكس الفكرة الجمهورية هسه منتشرة أكثر من الوقت اللي كنا نحن فيها في فترة السبعينات والثمانينات، بنشيل الكتب وبنحوم وبنغني على الناس، وكانت المعارضة لها معارضة شرسة وصعبة جدا جدا. بس في نحن أنا وإنت أمننا على إنه ربما تكون هناك عقيدة خاصة عند البعض لها علاقة بمهتزة قناعة البعض بموت الأستاذ، بعض الناس بيروا قد تكون يعني قد تكون في ناس اهتزت عقائدهم بموت الأستاذ، وقد تكون يكونوا في ناس اقتنعوا بالموقف الوقف الأستاذ ودخلوا الفكرة الجمهورية من الحكاية دي. فالمسائل كلها موجودة، لكن نحن ما علينا إلا احترام قناعات الناس، احترم أي قناعة. أنتم الآن كحزب جمهوري موحدين ولا في اتجاهات واختلافات؟ في اختلافات كبيرة جدا بين الجمهوريين،
من حيث العمل التنظيمي، لكن في شخصية الأستاذ وفي أفكار الأستاذ محمود ما في اختلافات. ما في اختلافات، في اختلافات في إنه يقوم حزب ما يقوم حزب، نكون تنظيم ما نكون تنظيم، دي في اختلافات قائمة. لكن برضو لحسن الحظ إنه لقناعة الجمهوريين بمسألة الديمقراطية الناس محتفظة بعلاقاتها مع بعض الاجتماعية ومحتفظة باحترامها لبعض بغض النظر عن الاختلافات الموجودة في الرؤى يعني. نعم، لسه ما تحسمت المسألة إنه حزب ولا الناس الرؤى حزب، مش كونوا الحزب والحزب ماشي في إجراءاته، والناس من هو رئيس الحزب لسه ما 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 قام الطعون ضد الحزب الجمهوري مما من يسمون أنفسهم علماء السودان، من بعض أئمة المساجد ومن بعض الشخصيات اللي هي في الحقيقة ما عندها ذات فهم في الدين وبتستند على حكم الردة، مع أنه لو الناس ديل عندهم إلمام بأبسط قواعد الحياة وقواعد القانون بيعرفوا أنه المحكمة العليا في الكتاب ده هو الأحكام القضائية، مجلة الأحكام القضائية سنة 86 أبطلت الحكم الصادر ضد الأستاذ، فما في حاجة اسمها ردة الأستاذ. طبعا ممكن. حاجة مدهشة جدا أنه أنت تتهم شخص بالردة وهو يبدأ بيانه ومنشوره بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ بيان هذا والطوفان بالآية الكريمة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. على كل هذا أيضا جدل كبير وجدل كثير، ربما هذا الاتجاه له رؤية وذلك الاتجاه له أيضا رؤية، ولكن يا أستاذ عاوز أخش معك شوية في السياسة. ماذا بينكم وبين الصادق المهدي؟ أنا بلاحظ في الفترة الأخيرة أنت كتبت مقالات هاجمت فيها صادق المهدي، ماذا بينكم وبين هذا الرجل؟ في شنو الحاصل شنو؟ نحن ما بيننا عداوة شخصية. نعم. يعني شخصية الصادق المهدي في موضع احترامنا وأي حاجة، لكن المواقف السياسية بنعتقد إنها مواقف ما صحيحة. وأنا لما رديت عليه بالتحديد، نحن عندنا كتابين بالمناسبة عن السيد الصادق المهدي، واحد اسمه الصادق المهدي والقيادة الملهمة والحق المقدس، ده نقد له لما أخلوا له الدائرة ولما جاء أول وظيفة اشتغل في الستينات، ومواقفه من حل الحزب الشيوعي لما تدخل في القضاء وقال حكم القضاء حكم تغريري ورفض تنفيذ القرار بتاع المحكمة، دي كلها مسائل مواقف سياسية نحن بننتقدها. انتم بتعتقدوا انه صادق المهدي ده اخو مسلم؟ لا ما اخو مسلم، اقرب يعني، لكن اقرب للاخوان المسلمين. ومواقفه في الحقيقة في مسألة الدستور الاسلامي في مواقف فترة الستينات وخاصة من حل الحزب الشيوعي ممكن تعتبره لافي في ملف الأخوان المسلمين في المرحلة دي. ما كتبته أنا في مقال لأنه حاول يظهر للشعب السوداني أنه هو ذكي، وأنه هو عرف أنه لما أطلقوا صراحه أنه في شرك منصوب لهم من نميري، وأنه الأستاذ محمود ما عرف الحقيقة دي. فوريته أنه الأستاذ محمود لما انطلع قال في محاضرة للناس اللي كانوا موجودين ولنا نحن كلنا، قال نحن ما أطلق صراحنا عشان نتمتع بالحرية، نحن أطلق صراحنا لأننا عارفين أننا ما بنسكت عن الحق، ونحن دائما ناخدين للاتجاهات الخطأ، فنحن حنكتب وهم حياخدونا بالقانون، قانون ناس المكاشفي والقانون اللي بتسمى باسم الشريعة الإسلامية وسماه قوانين سبتمبر، وصار على الاسم ده قوانين سبتمبر ما عندها علاقة بالشريعة الإسلامية. فده موقف الأستاذ محمود، فلما هو يجي يعني يجحط حق الأستاذ محمود يجحط حقه، نحن بنتصدر نوضح الصورة. ماذا بينكم وبين حسن الترابي أيضا؟ حسن الترابي برضو أساسا يمكن يكون من أكثر الناس تنظيم الأخوان المسلمين استغل الدين للوصول للسلطة، وكانت دائما مواقفه مواقف إنه يكون ساعي للسلطة بغض النظر عن شنو. وحتى يعني يمكن أكثر موقف يعني بيوري إنه كيف إنه الإنسان ده محب للسلطة موقف من الانقلاب الحاصل، أنا بمشي السجن وإنت أمشي. هو كان لما حصلت المحاكمة المشهورة الأستاذ محمود محمد طه، الترابي كان مستشار وهو كان من مهندسين قوانين سبتمبر في الحقيقة، ومن مهندسين القوانين لتتماشى مع الشريعة الإسلامية. اللجنة دي كلها كان باستشارة الترابي وبرؤاه. ولما حصل التنفيذ قال إن الردة بتاعت الأستاذ محمود ردة ما بتشبه، بس ما حضر، ما بتشبه التنفيذ نفسه. ما افتكر حضر لأنه نميري وعمم لمستشاري ووزر وكده إنه يحضروا، بس الترابي ما حضر لأنه قال أنا لا أستطيع أن أشاهد
مثل هذا المنظر. لكن على أي حال هو قال إنه أمن على القضية بتاعة الردة في قضية الدستور، وقال إنه محمود محمد طه لأنه شاف نميري متجه للفهم الإسلامي غار منه وبدأ عشان كده ينتقده، وعشان كده نميري أعدمه، والاتجاه ده كان اتجاه صحيح، والمسألة دي مدونة موجودة يعني. نعم نعم. هل التقيت بنميري بعد صوت نظامه في 6 أبريل 85؟ أبدا ما حصل. ما التقيت؟ ما التقيت. هل حركتوا أي إجراءات وأنتم خارج السودان في أمريكا وفي أوروبا وكده في مواجهة نميري أو في مواجهة أي من رموز النظام؟ إلا القضية الدستورية رفعناها ابتداء، والقضية الجنائية رفعناها ضدهم وما مشت في الفترة بتاعت الانتفاضة، لكن كان في دائما عمل في التوعية بخطورة تنظيم الأخوان المسلمين وخطورة الطائفية على العمل السياسي وعلى مستقبل البلد. ده كان عمل دائم اشتغلت فيه كتير جدا لما كنت برا، وبشتغل فيه وما زلت يعني. طيب في المرحلة القادمة والسودان الآن يشهد يعني جوا من الحوار والتلاقي وما إلى ذلك، هل أنتم موافقون على هذا التصور الذي يسير الآن في الساحة السياسية السودانية؟ نحن القضية بتاعة الحوار بصورة عامة مثلا مطروحة في الساحة السياسية الآن نحن معها تماما، لكن ما بنعتقد إنها بتتم بالشروط الواضعة النظام. يعني كونهم هم يكونوا مشرفين على القضية بتاعة الحوار دي مسألة غلط. كون الحوار يجري والحرب قائمة في أطراف البلد، وإنه المجاعة قائمة في أطراف البلد، وإنه المسألة الإنسانية في توصيل الإمدادات بالنسبة للناس ممنوعة ومتأثرة بحكاية الحرب، دي مسألة ما بتتم. فعندنا شروطنا في إيقاف الحرب، في تهيئة المناخ للحوار ذاته بأنها تقوم عليه وتشرف عليه جهة محايدة، نعم، وأنه تفسح المجال لكل الناس. نحن أهمنا كحزب تحت التأسيس في الوقت اللي في أحزاب تحت التأسيس دعيت للحوار ده، يعني معينا نحن كنا حنقول شروطنا، لكن من مبدأ الشفافية ومن مبدأ المساواة زي ما غاب بيقول إنه الحوار ده بيشمل كل الناس، جميع. كان ينبغي أن ندعى. يعني إذا دعوكم حتستجيبوا؟ إذا دعونا حنستجيب من حيث المبدأ للحوار، لكن حنضع هنا شروطنا. نحن من هنا بنقول وبنوجه نداء إلى إنه على الحكومة وعلى المؤتمر الوطني أن يدعو الجميع بكافة أحزابهم ومدارسهم، وأن يكون هو كحزب مساوي للأحزاب الثانية، وأن أن يتخلى الحزب الحاكم عن أي نهج وصائي أو احتكاري، لأن المرحلة الجاية تستجوب حوارا غير مشروط بين كافة أطياف وقوى المجتمع السياسي والفكري السوداني. أنا عارف في نص دقيقة عندي سؤال أخير عاوز أختم به هذه الحلقة. إذا رجعنا إلى الوراء بعد سقوط نظام نميري، أنت في القاهرة بتتمشي في الشارع، صادفت نميري، نتخيل خيال، خيال ما ممنوع وما حرام، التقيت بنميري في القاهرة بالصدفة البحتة وقام جاء نحوك وقال لك والله الحصل ده كان خطأ، هل حتسامحه؟ جدا. حتوافق انك تسامحه؟ جدا. إذا اعتذر؟ جدا. دي روح ممتازة جدا, جداً. أنا أشكر جزيل الشكر يا أستاذة، أشكرك على سعة الصدر وعلى البال الطويل. أنا أقول في النهاية إن ما حدث للأستاذ محمود محمد طه دل دلالة قاطعة على أن الرجل كان شهيدا للفكر، وعلى أن ما قام به نظام مايو في تلك الأيام كان جريمة كبيرة. لعل إعدام الأستاذ محمود محمد طه كان لبنة أساسية شكلت يعني عمودا قويا، كان بمثابة العمود القوي الذي ساعد في سقوط النظام عبر انتفاضة 6 أبريل المجيدة. المشاهدون الكرام، نرجو أن نكون قد وفقنا في أن نتجول معا ونتصفح هذه الصفحات المهمة في تاريخ السودان السياسي. أشكركم على سعة الصدر وعلى المشاهدة وعلى المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم ومعكم مع ضيف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.